مشاهدينا مستمرين معاكم في صباح الشارقة، ولكل منا طاقة كامنة بداخله، لكن قد تؤثر الأحداث المحيطة بنا عليها إما إيجابياً أو حتى بالسلب، وكثيراً ما نلاحظ أن كبار السن هم الأكثر تأثراً بالمحيطين بهم، الأمر الذي يسبب لهم مشاكل صحية تتطلب علاجها إما طبياً أو حتى نفسياً. الحديث أكثر حول رعاية كبار السن وعلاجهم بالطاقة، يسعدنا في هذه اللحظات أن نستضيف في استوديو صباح الشارقة بالأستاذة هتان المشجري، مدربة معتمدة في مختلف مجالات علم الطاقة والتنمية البشرية. يا هلا ويا مرحبا بك. صباحك خير. صباحكم نور إن شاء الله على هالأجواء الجميلة اليوم، جو ماطر وأنا جاية في الدرب. وأشكركم أولاً على استضافتي. الله يسلمك. وأشكر قناة الشارجة. في البداية نتكلم عن علم الطاقة، أعتقد أنه علم كبير وواسع، وعلاقته كذلك بعلاج الأمراض النفسية والجسدية. اليوم بنسلط الضوء على كبار السن وعلاقتهم كذلك بعلم الطاقة. خلينا أول شيء يعني نقول أن نستفرد بكبار السن شوي، ونقول أنهم في وضع أثبتت الدراسات أنهم أكثر تأثراً وأكثر حاجة أن الواحد يركز عليهم شوي. نعم. فبما أنهم في هالحالة يعني بيكونون أكثر تأثراً بعلم الطاقة أو بأي علوم أخرى. نعم. فلهذا هم أكثر حاجة أن إحنا نولي لهم اهتمام أكثر، سواء علوم الطاقة أو العلوم النفسية أو الطب الجسدي. نعم. أستاذة، يعني هل العلاج بالطاقة يعني يعالج أو مقتصر على العلاج النفسي فقط، أم من الممكن أن يعالج المشاكل الجسدية؟ في البداية يعني في نقطة مهمة جدا، أن إحنا مو بس نفس وجسد. نعم. في جانب آخر اللي هو الطاقة. الناس يعني تخلط ما بين النفس وما بين الطاقة. التكوين البشري عبارة عن طاقة ونفس وجسد. نعم. ثلاث محاور، كل منها سبحان الله له في الطب يعني جزء. فالجسد اختصوا فيها الطب العادي. نعم. النفس في لها أطباء نفسيين، والطاقة في لها من هم مختصين الطاقة فيها. اللي هي عبارة عن هالات، اللي هي الهالة والأورا اللي تحيط بالإنسان، اللي هو لكل شيء طاقة سبحان الله. نعم. وكلهم يأثرون في بعض. يبدأ الموضوع في الطاقة، ينتقل إلى النفس وينتقل إلى الجسد. في مرحلة إذا أنه وصل للجسد ساعتها لازم تدخلهم جميعا. نعم. لكن في مرحلة مثلا إذا إحنا في البداية في الطاقة، فممكن جلسات علاج الطاقة، طاقة المكان، هالأشياء وايد يعني كوقاية. نعم. ترفع المناعة، وايد تأثر، تشحن الإنسان بطاقة إيجابية. توسع مدارك نفسه. انتقل الموضوع إلى النفس، لا لازم تدخل طاقي ونفسي في نفس. نعم. الوقت انتقل إلى الجسد، لازم تدخلهم جميعا. ولكن أستاذة، كيف يعني أثر على النفس شخصيا وعلى الفرد أو الطرف الآخر الطاقة؟ يعني أعطينا مثال. تقصدين طاقة المكان ولا؟ نعم. بشكل عام طاقة المكان وطاقة الشخص نفسه أو الفرد. إذا جينا لطاقة المكان، الغرض الأساسي من طاقة المكان إنها هي تشحن الإنسان وتوحي له. نعم. فطريقة الشحن تكون من خلال إن إحنا في طاقة المكان أول شيء نتبع الطاقة كيف مسارها. من وين تدخل؟ هل دخولها قوي؟ هل هو صادم؟ هل هو سلس؟ هل تدخل وتدور وتعطي دورتها الإيجابية وتطلع بشكل. نعم. إيجابي، أو أنها تأثر بشكل سلبي. والإيحاء يكون من خلال الأشياء المحيطة، مثلا الصور، الـ يعني الديكورات الموجودة. نعم. في المكان، فهي توحي للشخص. فمثلا خليني أعطيك مثال، إذا شخص مثلا في كبير في السن، كبار السن نفسيتهم مثل ما قلنا تتأثر بشكل كبير في آخر العمر، اكتئاب وعزلة وهالأشياء. فمهم. نعم. جدا أن نوحي لهم بأمور فيها وسع، عشان وسع النفس. نحط لهم مثلا صور فيها طبيعة، فيها اتساع، فيها يعني فسحة. هذا من جانب النفس، من جانب الإيحاء. من جانب الطاقة نتأكد مثلا أن سريرهم مثلا ما يكون مقابل كرمتي الحمام، ما يكون مقابل الباب مباشرة. نعم. ما يكون في مجرى عنيف للطاقة. هاي الأشياء اللي هي أهم في طاقة المكان. هذا. نعم. إذا تكلمنا عن طاقة المكان. نعم. إذا رحنا لطاقة الشخص نفسه، أكيد يعني أثبتت وايد دراسات أن الجانب النفسي يأثر جدا في أي إنسان. نعم. يعني حتى مثلا من يومين أقرأ عن شخص كان بيسوي له عملية، فدخلت قالوا اللي تنظف وقالت له منو بيسوي لك العملية؟ كان يقولها دكتور الفلاني. قالت له أنت تعرف أن هالدكتور ما عمر يعني أخطأ في عملية، وكل عملياته ناجحة 100%. نعم. بعد ما سووا له العملية، عملية ناجحة وكل شيء، خبروه أن اللي دخلت عليه أصلا الدكتورة النفسية.
ما كانت اللي العاملة اللي تنظف. وهذا جزء من البروسيجر اللي هم يسوونه عشان يرفعون نفسية الشخص عشان ينجح الإجراء، ينجح العملية. فالناس الحمد لله حاليا بدأت تآمن وايد بالجانب النفسي. الحين يعني على الجانب الطاقي لازالت الناس شوية في داوت فيه إنه يأثر ما يأثر فعلا. صحيح. لكن أنا أنصح الجميع إنه يجرب، خاصة اللي عندهم كبار سن، أنصحهم ما بيخسرون شيء، إنه يعني يسوي طاقة المكان، يحاول هو من نفسه إنه يدخل هالأمور للشخص بدون مو بطريقة صادمة، بطريقة سلسة غير مباشرة، غير مباشرة هي، لأنهم شوية يعني في عمرهم صعب تقبلهم أحيانا لهالأمور، يعني يعتقدون إنها فيها شركيات ويعتقدون إنها بتطلعهم عن عقيدتهم. لكن ممكن إن إحنا ندخل لهم إياها يعني بطريقة سلسة وشوي شوي، يعني ممكن نعطي أفكار في هالمواضيع، إن مثلا مثلا خلينا نقول التأمل. التأمل الغرض منه شو؟ إن إحنا إن نوقف الأفكار، إن إحنا ناخذ نفس عميق، وإن إحنا إن يعني نغير النفسية. فممكن الشخص إذا عنده شخص كبير إنه يخليه أولاً يتنفس، بمجرد إن فكرة تنفس، جرب تنفس. أو حتى في عندنا حالياً يبيعون في الصيدليات اللي هو الجهاز مال النفخ للتنفس، بحيث إنك تقيس اتساع رئتك. هذا بيكون عطاه شو؟ جزئية التنفس. صحيح. إذا من خلال جزئية توقيف الأفكار، فهو خلال ما هو قاعد يجرب أنه يتنفس هو وقف أفكاره. نعم. فبهالطريقة خليناه يمارس التأمل بدون ما نقول له أنت قاعد تتأمل. صحيح. فممكن أن الواحد يعني يبدع ويدخلهم في هالمود بدون ما يصدمهم فيه. حلو. أستاذة هتان، يعني ذكرتي نقاط جدا جميلة. أنا قريت كتاب كان بعنوان الفونغ شوي، ويعني انبهرت واستغربت بكمية المعلومات الموجودة. الفونغ شوي هو علم طاقة المكان باللغة الصينية، ويعني كيف ممكن الواحد أن ينشر الطاقة الإيجابية ويتخلص من الطاقة السلبية من خلال مجموعة من الإجراءات والتعليمات. إذا اتبعها الشخص في المكان نفسه بيحصل على هذه الأجواء الإيجابية. ومثل ما ذكرتي يعني كبير السن يتأثر بشكل كبير في المكان، كيف ممكن نحن نخلق مكان وبيئة سليمة صحية صحيحة كذلك بالنسبة لكبار السن علشان يحصلون على هذه الطاقة الإيجابية. مثل ما ذكرنا من شوي إن يعني كبير السن يتأثر أكثر شيء بهالأمور. صحيح. نفس الطفل، بس الطفل إنه عنده فرصة إنه يتحرك ويطلع أكثر. صحيح. كبير السن يمكن بحكم العمر وأحيانا بحكم البرمجة الخاطئة، تلقين حتى عيالهم مثلا بيتمون يقولوا لهم خلك قاعد لا تتحرك، ودائما البرمجة أن كبير السن خلك على سجادتك، كأن أنت خلك على سجادتك وتري الموت. هالبرمجة أولا قبل ما نروح لطاقة المكان أو طاقة الشخص لازم نغير هالبرمجيات، مو بس عند كبير السن، حتى عندنا إحنا. نعم. عند عيالهم الصغار، إن مو معناته أن الشخص عمره زاد أو الرقم هذا زاد معناته أنه لازم يبدأ يستقبل الأمراض، ولازم يبدأ يستقبل أنه يسكن ويقعد وينعزل. نعم. فهذه أول نقطة المفروض أن إحنا ننتبه لها. النقطة الثانية أني على ترتيب المكان. فإحنا مثل ما قلنا أن إحنا نخلق لهم جو يكون فيه اتساع، يكون فيه يعني إيحاءات إيجابية تحيلهم بالحياة. ما لا داعي ان احنا نعلق لهم صور وبراويز للموتى، يفضل ان نتجنبها، عشان احنا نبى نجدد لهم الطاقه، نبى نحيلهم بالحياه اكثر. صحيح. ما ان احنا نذكرهم بالموت. نعم. استاذه، بس نتعرف يعني تهيئه الاجواء لكبار السن، وايضا خلق جو نظيف فيها طاقه ايجابيه، نتعرف على الممارسات والتمارين اللي تساعد كبار السن في تعديل نفسيتهم وكذلك سلوكياتهم. من افضل الممارسات اللي يعني قرينا عنها وشفنا انها يعني تاثر وايد، اللي هي الزراعه. ليش مبدا الزراعه ومبدا ان الواحد يمارس الزراعه سواء في بيته او في يعني مع اصدقاء او مع الاطفال؟ لان فيها مبدا الحياه. الشخص لما يزرع، سبحان الله، يزرع البذره، فهو يبدا بسم الله الاول. صحيح. فهني ينشحن بطاقه الحياه، بطاقه البدايه. هذا كله يساعدهم يعني از طاقه ان ياخذون منها الطاقه، سبحان الله، فتجدد نفسيتهم. من ناحيه ثانيه، الوجود يعني تواجد الشخص مع الطبيعه ومع الارض يعيد اتصاله بالارض، فيفرغ شحناته السالبه، يعطيه من طاقه الارض ويجدد له بشكل عام نفسيته.
أكيد. يعني ذكرتي طاقة جدا جميلة، طاقة التشي كونغ في الصين، وكانوا يستخدمونها وما زالوا يستخدمونها لاستعادة الطاقة من خلال مجموعة من التمارين، منها الاسترخاء، منها التأمل وغيرها من التمارين اللي تكون مفيدة بالنسبة لكبار السن. نتكلم عن الألوان، هل الألوان تلعب دور كبير أستاذ هتان في مسألة الشعور بالسعادة؟ يعني الألوان مثل اللون الأبيض، اللون الأخضر، وأهميتها وكذلك تأثيرها بالنسبة للحصول على الراحة النفسية. هو الألوان لا شك فيه، يعني في ديننا إحنا صفراء أنفاق لونها تسر الناظرين، سبحان الله. صح. بتلاحظين أن دائما الهبي فيس باللون الأصفر. باللون الأصفر. صحيح. فالألوان أكيد علم، يعني علم هذا فرع آخر من الطاقة، وعلم سبحان الله يتصل بوايد بطاقة المكان ويأثر فيه. فطريقة استعمال الألوان تختلف من شخص سبحان الله لآخر. يعني حكي احنا في طاقة المكان فيها يعني مقومات وقواعد ستاندردز ان تتبعها من خلال الألوان وهالأشياء، لكن ايضا لازم ناخذ فيها بمود الشخص نفسه. ففي اشخاص سبحان الله يرتاح اكثر لألوان معينة، وهذا يرجع لعلم آخر أيضا اللي هو علم طاقة الشخص نفسه. احيانا طاقة الشخص مثلا تكون غالب فيها اللون المائي، قال فيها طاقة الماء، فهو لأن طاقة الماء أحيانا تكون قوية ومتدفقة فيحتاج أن شيء يخفف منها، فنستعمل معه مثلا الألوان الترابية. نعم. لأن التراب شوية يخفف من تدفق مثل السد. نعم. يوقف صحيح. فهذا يسبب أن الشخص ليش يحب هاللون أو يحب هاللون. نعم. في يعني في أشخاص ما تعرف تقول أنا بس أحب هاللون أو هالفترة أنا أرتاح لهاللون، لو رجعنا للطاقة يكون لها تفسيرات طاقية. نعم، مثل هالألوان أستاذة، وأيضا الأشكال برمجة العقلية اللي دائما يمر عليها الشخص خصوصا عند ممارسة هذه التمارين. ولكن في حال مثلا إذا يمارس التمرين أحد كبار السن ووجود طاقة سلبية، كيف يعني استطاعتنا نحن نتخلص من هذه الطاقة السلبية؟ وهل يعني هذا التمرين يقوم فيها كبير السن على حدة أم لازم يكون في حد معه تحت رقابة؟ لو هو يقدر يسويها روحه يا حبذا، يعني انه نعم. يعني من ما نقدر نقول ان كل كبار السن خلاص يعني مو مدركين ولا يعني واعيين، في منهم اوريدي نعم. دارسين واوريدي مثقفين وواصلين يعني العمر في الستين في الخمسين، بعدهم يمارسون هالامور ويمكن اعلم مني وعلى اطلاع اكثر مني. فبس في يعني اذا هو يقدر يسويها روحه يعني نعم. بالعكس هذا يعطيه دافع اكثر انه هو يحس بالحياه وبالعطاء. نعم. كل ما كان كبير السن يعني ادراكه انه هو قاعد يعطي وجوده منه فائده ولا زال له قيمه في هالحياه. صحيح. كل ما بالعكس سبحان الله طال عمره. لكن اذا ما قدر مثل ما قلنا من شوي ان احنا ممكن نقدر ندخل له هالافكار بطريقه غير مباشره. نعم. شوي نخليه يتامل بطريقه غير مباشره، نخليه يمارس مثل ما قلنا الارتباط في الارض من خلال الزراعه. صحيح. يعني ندخل هالمفاهيم بدون ما نتصادم معهم، وممكن ايضا استاذه نحن نشارك ايضا في هذه الممارسه. بالعكس راح نعطيه نوع من المشاركه ونوع من الطاقه الايجابيه ونشجعه ايضا من جانب يعني اخر. يعني الاجانب في عندهم طريقه حلوه اللي هم يخلون الكبار السن يقرون لاحفادهم القصص. صحيح. احنا ممكن نسويها ان احنا نقرا لهم ونقرا لهم عن اشياء مختاره تغير لهم البرمجه. يعني برمجه ان مثل ما قلنا برمجه كبير السن لازم يمرض ولازم خلاص يعني تيه كل الامراض ولازم يقعد ويسكن. نعم. هذه لازم شوي نغير لهم اياها. في كتب وايد تتكلم عن هالاشياء، قوه عقلك الباطن وغيرها، يمكن ما بيتقبلونها لكن لو يبنى لهم اياها بطريقه قصه بطريقه. صحيح. حكايه. صحيح. لو يبنى لهم مثلا فقرات، ويا كثر الفقرات اللي موجوده على التلفزيون على ناس وصلوا للسبعين وللثمانين ولما يشوفهم الشخص يتفاجئ ان هم في يعني يتفاجئ بهالعمر ويعتقد انهم في الأربعين او في الثلاثين. نعم. فممكن احنا نجيب لهم الاشياء. هالاشياء شو بتسوي؟ بتوحي لهم انه لا اكيد الفكره هاي لازم تتغير، ان انت ممكن ترد، ممكن خلايا جسمك تتجدد، وممكن ان انت تكون بصحه وعافيه حتى لو تقدم فيك العمر حتى للثمانين والتسعين. نعم. استاذه هتان، شو بالنسبه لبرمجه العقل؟ هل برمجه العقل وتحفيز العقل ممكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف بالنسبة لكبار السن؟ الخرف شو هو؟ عبارة عن شو؟ يعني لو قلبناها بالناحية الثانية، لو واحد عنده ذكريات سلبية وراح لطبيب نفسي شو يعطيه؟ يعطيه أدوية تنسيه. نعم. اللي هو تصيبه بالخرف. فهي عبارة، هذا الشخص ليش راح للطبيب النفسي؟ عشان ينسى، لأنه يريد يطلع من الواقع، يريد يهرب من الواقع اللي هو فيه. الخرف يعني كترجمة للمرض الخرف أو للزهايمر هو عبارة عن هروب من الواقع. نعم. فلو جينا إحنا للسبب الأساسي، ليش الشخص يبغى يهرب من واقعه؟
الا لانه يشوف انه ما عاد لي اهميه. نعم. انا الموت قرب، انا اللي شو اسمه، فيهرب من هالواقع، فيرد في الزمن اللي ورا. تلقون الاشخاص اللي يميمها الخرف يردون لاحداث سابقه ويتكلمون عن مراحل من العمر فاتت. ليش؟ لانه يبغى يهرب من هالمرحله. نعم. فلو احنا تداركنا هالموضوع من البدايه، حاولنا نبرمجهم ان لا، مو بلازم ان انت خلاص كبرت في العمر مثل ما قلنا لازم تمرض ولازم يستوي لك الاشياء. فاحنا بنتفادى وايد ولدرجه كبيره هالموضوع. استاذ اثرتينا بموضوعك، شكرا لك على هذه المعلومات القيمه، وان شاء الله راح نستكملها باذن الله تعالى في الحلقات القادمه. شكرا لك. شكرا. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه.